السلام عليكم، واش راكم؟ يا ربي تكونوا بألف خير وأحوالكم لاباس نتوما وكامل الناس اللي تحبوهم وهانيين في حياتكم. مرحبا بكم في فيديو جديد وموضوع جديد. لأول مرة تشوف القناة تاعنا نقولك مرحبا بك، ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي جرس التنبيهات باش يوصلك كل جديد. وبلا ما نطولوا، صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام ونبداو لا فيديو تاعنا. هذا الفيديو كنت صورته 12 جوان، اذا ما خفتش نكذب نسيت. اغلبيتكم لاحظتوا انه ديما نحط لي فيديو تاعي روتار، ليس خوفا من العين كما يعتقد البعض، وانما كي تصرا حاجه في حياتي هكا نكون مشغوله ومركزه معها، ومرات عندي ظروف ما نقدرش نبارطاجي معكم الفيديو تمتم بحكم اني ساكنه مع العائله، حتى نكمل الامور هادو نشارك كلش معكم. والعين حق كما نعرفوا، ما كانش اللي ما يخافش منها، ولكن كل شيء في حدود يكون مليح. والدليل اني نشارك معكم جزء من حياتي وعادي، ما عنديش مشكل، واللي يجي من عند ربي سبحانه مرحبا به والحمد لله على كل حال. وتلموا المتابعه تاعي عزاز عليا ويهموني ونحبهم، كاين اللي غطهم مني. ما كانش نيتي نخبي عليكم لانه خايفه من حاجه. السبب اللي خلاني نشارك خبر حملي روتار بكل بساطه، الحمل ما كانش ثابت والقرار ما كانش قراري وحدي، فباش انا نتجنب المشاكل استنيت الوقت المناسب واعلنت الخبر. هذا ما كان حتى سيناريوهات اللي كتبتوا لي في التعليقات، ما كان حتى فيلمات من اللي حطيتوا لي في التعليقات. انا قلتها في واحد الفيديو من قبل ونزيد نعاودها. الناس اللي في السوشيال ميديا ومنهم هنا ينعتوا 10% من حياتهم و 90% ما تعرفوهاش، فانتوما ما تاثروش بكل حاجه تشوفوها وحاولوا ترفدوا الفائده او تدخلوا باش تنحوا على بالكم وتستمتعوا. ما تربطوش حياتكم بحياتهم وتتاثروا كي يخبوا عليكم حاجه، لانه كاين حاجات هكا خلف الكواليس نتوما ما شفتوهاش وما تعرفوهاش. وكي تحبوا انسان ديما التمسوا له الاعذار وكونوا شويه لطفاء في التعليقات، لانه اللي يقراها انسان عنده قلب ويحس، يعني شويه هكا. كلامي هذا موجه للفئه اللي غطها مني، اما الاغلبيه الحمد لله الناس واعيه وتفهمت الموقف تاعي. ميرسي بكل الناس اللي خلوا تعليقات ايجابيه كي نقراها، والله نحب نبوسهم وحده وحده. شكرا من كل قلبي للناس هادو. ربي يعطيكم ما تتمناو وربي يرزقكم على حساب طيبه قلوبكم وتمنيكم لي ولعائلتي بالخير. نتمنى انه الميساج تاعي يوصل وتكونوا فهمتوني هذه المره وما تفسروش الاحداث بالغلط وانتم ما عشتوش ظروف هذا الانسان، متفاهمين. الدرك نرجعوا الفيديو تاعنا. تحضيرات النفاس، هنا كان عندي كونترول عند الطبيبه كي دخلت الشهر التاسع. اخر كونترول ديجا شاركت كلش في الانستغرام، ديت لها لي زاناليز تاع الشهر التاسع، لازم لي زاناليز تاع الشهر التاسع وتشوف البوزيسيون تاع البيبي كيفاش. ورحت تاني شريت امور تاع الكاطو. هذاك النهار كانت سخانه، رحت بكري وشريت واش خاصني ليه، سينو كنت اديتكم دورو معايا. الدور كنا نروح نوجدوا الكاطو مع بعض، درت زوج انواع ومن بعد صرات حاجه ما كنتش نتوقعها. تبعوا معايا درك تفهموا. نبداو مع النوع الاول، هذا جربوه وما تندموش، بنين يهبل وزيت هكا جاي بريستيج، ولي زانغغديون تاعو هكا ماهمش غاليين، يعني حاجه سامبل. واش نحتاجو فيه؟ 500 غرام مارغرين، 10 مغارف زيت، هنا نكيلت بالمغرف الكبيره، نزيدو 10 مغارف عسل، خلطوا كل شيء مع بعض. أفري نزيدوا 10 مغارف حلوة الترك ونكملوا نخلطوا. نزيدو 12 مغرف تاع كاكاو، ما نعرف شحال تيجي بالكاس ولا بالميزان، انا كيما قلت لكم كيلت بالمغرف. و 8 مغارف تاع جلجلان محمص، هنا اللي ما تحبش الجلجلان تقدر ترحيه.
ونلمو بالفرينة ونزيدو خميرة كيميائية. بعد ما يطيب اللصقوا زوج حبات مع بعض بخليط تاع معجون وحلوة الترك، والنتيجة راح تشوفوها في آخر الفيديو. بالنسبة للوصفة كما العادة راح نخليها لكم في صندوق الوصف، راح تلقاوها بالتفصيل. نجو درك الوصفة الثانية واش نحتاجو فيها: 250 غرام مارغرين، فنجال صغير تاع زيت، مغرف صغيرة كراميل أو لافاني إذا ما عندكش الكراميل، رشة صغيرة ملح، نص كاس تاع عسل، ونخلطوا كامل المكونات مع بعض. نخلط مليح حتى يولي الخليط بهذا القوام. نزيدو زوج حبات بيض ونخلط. في الاول راح يجيكم الخليط كي شغل جاري هكا، كملوا خلطوا ما تخافوش حتى تتحصلوا على قوام كريمي. ومن بعد نزيدو علبة تاع بيمو مرحي. بعد ما خلطت مليح نزيد نص كاس تاع كاكاو وثلاث ملاعق تاع مايزينا. ونزيد كيس تاع خميره كيميائيه ونخلط المكونات تاعنا مع بعض. وفي الاخر نلمو بالفرينه. الوصفه راح نخليها لكم بالتفصيل في صندوق الوصف. يعني للاسف ما قدرتش نكمل نصور لكم كلش لانه انا نخدم في الكاطو ووقت زياده الحق، يعني مفاجاه هكاك وكملتو حتى الاخير. وتخيلوا رحت للسبيطار عطاوني دواء وقالوا لي 12 ساعة وعاودي رجعي. وين راح تخدكم في رايكم؟ رحت نشري حوايج اللي نديهم معايا للسبيطار لانه كنت مازال ما كملتش. انا حتى بديت نشري حوايج البيبي في اواخر الشهر الثامن، يعني اسبوع قبل ما نزيد. ومن بعد حصلت كيما لي بيجاما شريتهم الصباح العشية في لي زيت. فما تعودوش الغلطة تاعي، بداو تشرو مقبل باش ما تعياوش في الاخر، لانه في الاخر راح ترجعوا تقال هكا وما تقدروش تحركوا. على الاقل في الشهر الخامس ولا السادس اسيدي السابع، واللي تحب ملي تعرف جنس الجنين تبدا هكا تخطف حويجات باش تنقص عليها، لانه لي بري راهم طالعين نار، يعني ربي يحسن العون وخلاص. المهم الحمد لله كلش جاز، سلكنا انا وغايت بخير وعلى خير، الحمد لله على كل شيء. هنا صورت لكم شويه في دارنا بعد ما ارتحت شويه وفاتوا 20 يوم. كنت فوتهم عند حماتي ما قدرتش نصور لانه كنت عيانه. درت حاجه سامبل تاع قهوه ما كلفتش روحي، تاع فال برك. هنا البسيسه مازال ما حطيناهاش كي شغل صورت لكم هكا برك. دعواتكم لي نقوم بالسلامه، وربي يفرحكم ويهنيكم ويرزق كل محروم بالذريه الصالحه ويحقق لكل وحده الشيء اللي تتمناه. هنا نكون وصلنا لافان تاع لا فيديو. استناوني في فيديو جاي، فعلوا جرس التنبيهات باش يوصلكم الاشعار كي ينزل الفيديو. وتهلاو لي في رواحكم وفي امان الله.